حث وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد بن مرادي اليوم من أضرار على تحقيق المزيد من فرص تشجيع الاستثمار لترقية مقومات السياحة الوطنية. جاء هذا لدى إعطاء إشارة انطلاق فعاليات المهرجان الرابع للسياحة الصحراوية. فوزية تاج. تمتلك الصحراء الجزائرية مقومات سياحية هامة تحتاج إلى التعريف بها، وفي هذا الصدد جاء مهرجان السياحة الصحراوية في طبعته الرابعة بولاية أضرار وبحضور وزير السياحة محمد بن مرادي الذي أشرف على افتتاح مهرجان تنوع فيه المنتوج السياحي الصحراوي. جئت إلى الجزائر لأنني مغرم بجمال هذا البلد، لكن من أجل جلب السياح الكنديين يجب مضاعفة الجهود في جميع الميادين. وزير السياحة أكد على وضع مخطط للسياحة المحلية تبرز القدرات السياحية وتشجع الجزائري على التعرف عليها والتمتع بها، وفي هذا المجال ستنظم مستقبلا معارض للسياحة الصحراوية في الشمال للترويج لها. هذه المخططات راح تبرز كل القدرات اللي موجودة في كل ولاية، في كل ولاية تقريبا راح نوسيو خريطة سياحية خاصة بكل ولاية، نظن بهذه الطريقة. ورايحين لأول مرة أيضا راح ننظموا في الأشهر القادمة ما سميناه معرض للسياحة الصحراوية، لكن هذه المرة ننظموها في الشمال باش الوكالات السياحية تاع الجنوب تجي للشمال ونحطوها مع الزبائن تاعهم في الشمال باش ربما ما تبقى السياحة يجيوها إلا الأجانب، وإن شاء الله إن شاء الله تكون نسبة كبيرة من الجزائريين.